اصغر زي ما حضراتكم شايفين صح انا اوسط مكشوف اكمر على وزن افعل اكثر كمرا زي الازهر اكثر زهورا الانور اكثر نورا الافقر اكثر على وزن افعل والكلمه دي انا قلتها لكم على فكره وانا في الجامع الازهر صح انا اوسط مكشوف واربع ارواقا صح الرواق الجنوب الشرقي اللي حضراتكم فيها جميل جميل في ثلاث بائكات صح ولا لا ماشي نرمين ثلاث بائكات هي ثلاث صفوف الرواق الشمال الغربي او الرواق الشمال الشرقي او الرواق الجنوب الغربي كل واحد منهم ببائكه صغننه حلو كل الأعمدة اللي هنا زي ما انتوا شايفين مجلوبة من عمائر قديمة يا إما كنائس يا إما أديرة متقدمة يا إما بكرر تاني أهو جريك رومان أو ما شابه ذلك العقود هنا إيه يا ميرفت؟ العقود كلها منكسرة اللي هو العبد اللي عامل زي الثمانية نرمين ها؟ ماشي حنان اللي هو عقود منكسرة يبقى كل العقود منكسرة اللي فيها الزخارف اللي من القص محمولة على أعمدة من الرخام زي ما حضراتكم شايفين ومن فوق في الشرفات المسننة الميزة اللي هنا إيه؟ أنا قلت لكم برة خلي بالكم الميزة الفيتشرز المميزات أول وجهة تبنى من الحجر وأول وجهة فيها زخارف من المقرنصات وفيها النص التأسيسي إيه الفيتشر اللي هنا؟ الجامع ولأول مرة مغطى بقباب ضحلة إيه هي قباب الضحلة؟ القباب الصغيرة شايفين السقف مش فلات مش مسطح كله ملكمش دعوة بيه بصوا كله قباب ضحلة القبة الضحلة جماعة اللي مقامة على مثلث كروي يعني ايه مثلث كروي؟ انا وريتكم في الازهر القبة مقامة على مقرنصات في الاركان عشان يديني شكل مكمل انما هنا بصوا اي قبة وفي السلطان حسن بصوا اي قبة بعيد عنكم تعالى في الركن هنا الراجل عامل زي مثلث راسه لتحت جاء ولا ما جاتش؟ قولوا ايه لا بتبص لي والله ما فاهمين بصوا في الاركان بصوا في الركن في الركن تخيلوا كده شكل عامل كده عامل زي مثلث كده راسه لتحت انتوا معايا يا جماعه بص في اي قبه في اي قبه خد القبه اللي هناك دي هات اي ركن من الاركان الاربعه ايوه ماشي عامل زي المثلثات يبقى هنا بنقول عليها مثلث كروي المثلث الكروي بيعمل لي ايه يا ميرفت بيحول لي المساحه المربعه اللي قاعد فيها جميل الى شكل مستدير مباشره الكلام ده بيجي لكم في الامتحان اذا طريقه اقامه القبه بتكون على حاجتين يا اما مربع ويعمل لي مقرنصات في الاركان تعمل لي المقرنصات الى متمن يا اما مثلثات كرويه زي الاقمر بتحول لي المساحه مستدير على طول عشان كده بتديني قبه ايه شالو لان هنا ما فيش المقرنصات بتديني قبه عميقه مرتفعه انما المثلثات الكرويه بتديني قبه شالو كله قباب ضحلة ما عدا الجزء اللي قدام المحراب زي ما انتم شايفين اهو اللي فيها ايه براطيم من الخشب خلاص حنايا ده حنايا ركنيه حنايا ركنيه مثلثات كرويه المقرنصه بس كده خلاص وفي طريقه خدناها كمان النهارده لو انتوا شطار الاربع اعمده باربع او اي شكل مكمل من اربع اعمده واربع او ثمان اعمده او كل بيجيب لك إقامة القبة بيجيب لك في الامتحان يا اما مقرنصات يا اما اربع اعمده مقرنصات حنايا ركنيه مثلثات كرويه بالشكل المتمم معايا اقفلوا الجامع ده كان جامع صغير يا ميرفت عارفه يعني ايه جامع صغير؟ يعني لا تقام فيه صلاه جمعه كانش فيه محراب يعني ايه صلاه جمعه؟ يعني مفيش منبر جاء أمير من العصر المملوكي الشركسي اسمه يلبغة السالمي في شارع لناس ساكنة في شبرا في شارع هناك اسمه شارع يلبغة اللي في شبرا ها؟ في أمير ما علينا اسمه الأمير يلبغة السالمي في العصر المملوكي عمل ايه؟ راح جاب لنا وراح عمل الميزانة بصوا الميزانة اهي اللي احنا شايفينها اللي قلت سيبوكوا لغاية ما نخش جوه وراح عامل منبر خشب مش ده منبر التعبان ده لا يبقى عمل حاجتين مين ما تكسريش قوي كده يلبغة السالمي
عمل منبر من الخشب وعمل ميزانة ليصبح المكان مكان مخصص لصلاة الجمعة والجماعة، لأن الجمعة والجماعة شرط يا جماعة لازم يكون في منبر. الإمام ما يقدرش يخطب الجمعة إلا من مكان مرتفع زي الإمبل في الكنيسة. أنتوا معايا حضراتكم؟ واتعمل ميزانة. للعلم وللعلم يا مصوراتية يا ميربت باخد الكلام جنتيال بلف الجنب. بصوا خلي بالكم للعلم عشان الشغل بتاعكم. البهرة اللي أنا قلت لحضراتكم عليها فاكرين وإحنا في بنطلون جم جددوا الجامع. هم شيع. أيوه هم شيع. تتخيلوا جددوا الجامع ما عدا حاجتين. أنا أقولها. الميزانة والمنبر. ليه يا سالي؟ دي البغرة ده مش شيعي. سالي خليكي معايا. عارفة أنا سألتك ليه؟ سرحت لحظة. سيكولوجية التعليم. ها؟ شوفي قالت لك ايه نرمين؟ اكيد يا البغة ده سني. سني. بص الميزانة معفنة. لان اللي عملها يا البغة. هم روقوا الجامع وكشفوا الجزء اللي على الشمال. مش انا قلت لكم كشفوا الجزء اللي على الشمال؟ هم البهرة. انما جم عند الميزانة قال لك ليه؟ قال لك ده بتاعتي يا البغة اللي بيتكلم. طب المنبر شالوه بحجة ان هم يرمموه ومن ساعتها ما جابوهوش في المخازن. وحطين لنا المنبر ابو تعريفه ليه؟ هم لو يطولوا كان يوقعوا الميزانه كان كمان يوقعوا الميزانه. دول طائفه ايه؟ البهر. في اي اسئله يا جماعه؟ في اي استفسار؟ احنا خدنا النهارده خلي بالكم المدرسه الصالحيه قبه الصالح نجم الدين ايوب خدنا مجموعه الى